مثلا حوالي 200 مللي. طبعا هون دكتور عدنان دائما بحب، دكتور عدنان صباغ الله يذكره بالخير، يعني هو بحب دائما هيك بيعطي جو مرح. قد يحاول بعض المرضى التلاعب على الطبيب عن طريق تغيير العينه كاضافه دم لها مثلا، في بعض الحالات ممكن اذا كان يعني شغله جنائيه او المريض بده يكذب او عنده شغله مهمه وبده يضحك، انه ممكن يجرح حاله ويحط شويه دم بالبول. لذلك يجب على الطبيب ان يكون حكيما وينتبه لمثل هذه الامور. هل الفحص العياني للبول، اول شيء اللون، يتم تحديد لون البول بالنظر اليه داخل علبه شفافه تماما من خلال ضوء الشمس او اي ضوء ابيض. لون البول عند الشخص الطبيعي يجب ان يكون اصفرا متدرجا تبعا لدرجه كثافه البول التي تختلف حسب نسبه الوارد من السوائل. ففي حال شرب كميات كبيره من الماء فسيظهر البول بلون اصفر باهت او بسموه اللون الكهرماني. في حال نقصان الوارد من السوائل كما في حالات الصيام فسيظهر البول بلون اصفر غامق. كما ان لون البول يتاثر بالاصبغه المتناوله مع الطعام او الشراب. وتغير لون البول عن الاصفر يمكن اعتباره حاله مرضيه، وتلاحظ الالوان التالي. اول شيء ممكن يكون لون البول شاحب او عديم اللون، اذا كان لون البول شاحب او عديم اللون فبتكون الاسباب يا اما الاماهه المفرطه ان المريض شربان سوائل كثير، تناول البيره بشكل كبير حديثا، البيلي التافهه، مرضى الديابيتس انسيبيدانس او البيلي التافهه بيكون عندهم البول ممدد، والادرار بعد ازاله العائق مثل اذا مريض عنده كان انسداد بحصى وتم ازاله العائق فبيصير عنده ادرار والبول بيكون ممدد. اذا كان لون البول اصفر برتقالي فالاسباب انه بول كثيف ناجم عن حاله تجفاف او وجود البيليربين في البول وذلك بسبب حدوث يرقان انسدادي او مشكله كبديه، وجود بعض المواد والادويه كالريبو فلافين وتتراسكلين وسلفا سالازين. اذا كان لون البول بني عرق سوسه بسبب تناول ادويه مثل الفينوتيازين والنيتروفورانتين. اذا كان لون البول زهره يظهر في الكثير من الحالات السليمه مثل اذا مريض متناول شمندر او استعمال الفينين ديون واستعمال الفينول فتالين. هلا لون البول الاحمر هذا الاهم، هذا اللون تحفظوا لي الاسباب اللي تؤدي لظهور لون بول احمر، اما ان تكون بيلي دمويه عيانيه او بيلي خضابي، بيلي ميوغلوبين يعني الميوغلوبين العضلي عند مرضى تناثر الهرس، عند مرضى تناثر الهرس العضلي كراش سيندروم بيظهر ميوغلوبين بالبول باللون الاحمر، وجود البورفيرين عند مرضى البورفيريا، والاصبغه كذلك مثل الشمندر، والادويه انتبهوا لها الريفامبيسين والبيريديوم. الريفامبيسين كثير عند مرضى السل يوصف، فبدك تنبه المريض انه ترى ممكن يتلون لون بولك باللون الاحمر حتى ما يخاف المريض، لانه اذا ما نبهته بعد يومين او ثلاث ايام بيجي بقول لك دكتور لون بولي صار احمر وبفكر حاله انه عنده مشكله. اما اذا نبهته مباشره احفظوها الريفامبيسين بلون اللون البول باللون الاحمر. هلا باللون الازرق استخدام زرقة الميتيلين وفي بعض الأمراض الوراثية النادرة. تلون البول بلون أسود عند وجود بيلي خضابي شديد وفي حالات الإصابة بالميلانوما بعد استعمال الميتيل دوبا والفلاجيل. طبعا الفلاجيل نادر ولكن يعني مذكور. تلون البول بلون أبيض في حال وجود الفوسفات بالبول. يجب دراسة كل عينة بول بلون أحمر فهي حالة خبافي حتى يثبت العكس، ولكن يجب الانتباه أنه ليس كل بول أحمر هو بيلي دموي بالضرورة مثل ما ذكرنا الأسباب السابقة. يتأثر البول بالأصبغة المتناولة مع الطعام ويمكن الاستفادة من ذلك سريا كمشعر للدلالة على سلامة الطرق البولية بعد التعرض للحوادث ولا سيما الحالب، لأن الحالب صعب الاستقصاء بسبب رقته وهشاشته، ويتم ذلك عبر إعطاء زرقة الميتيلين إما فويا أو وريديا، ثم ننتظر حتى يتبول المريض فنكون هنا أمام حالتين. مثلا إذا مريض كان متعرض لرض ومشاكل أنه رض على البطن وشاكل أنه عنده تمزق بالحالب بينعطى زرقة ميتيلين إما فوريا أو وريديا، وبعدها إذا ظهر اللون الأزرق في البول هذا يدل على سلامة الكلي والحالب. أما إذا تسرب اللون الأزرق إلى الجرح أو إلى البطن هذا يدل على إصابة الحالب أو تمزق الحالب.
المظهر العياني للبول، البول الطبيعي يجب أن يكون رائق شفافا تماما، فهو يصفى 36 مرة في اليوم كما ذكرنا، مما يعبر عن سلامة الوظيفي الكلوي. وفي حال وجود العكر أو المنظر الغيمة التوربيديتي في البول لأي سبب كان، كالرمل أو الدم أو القيح أو البروتين، هذا يدل على مشكلة مرضية في الجهاز البولي. ولكن بشكل عام مظهر البول يجب أن يكون رائق وشفاف. هلا الكثافي density، الكثافي النوعي للبول هي بالتعريف النسبي، الكثافة النوعية بشكل عام هي النسبة بين وزن حجم معين من البول إلى وزن الحجم نفسه من الماء المقطر، وتتعلق قيمته بالجزيئات المنحلية في البول. كثافة البول أكبر من كثافة الماء، كثافة الماء عادة تساوي الواحد، كثافة البول بتكون كثافة البول أعلى لوجود الذوائب فيه، وذلك لوجود الشوارد والمنحلات وبخاصة الثقيلة منها والتي تزيد الكثافة البولية. تكون كثافة عينة البول الصباحية مرتفعة 1.015 ل 1.028، أو إذا بتحبوا تحفظوها على الشكل التالي 1015 ل 1028، ويجب ألا تقل عن 1015. هي عينة البول الصباحية لأن البول بيكون مكثف. أما أثناء النهار فتقل الكثافة نتيجة شرب الماء والسوائل وتناول الأطعمة. الكثافة الطبيعية للبول بشكل عام هي بتتراوح بين 1002 ل 1030. الكلي الجيدة هي الكلي التي تكثف البول جيدا، فالتكثيف هو أصعب وظائف الكلي وأول وظيفة تتخلى عنها الكلي في اضطراباتها. لذلك بكرة بالقصور الكلوي المزمن أو بالقصور الكلوي الحاد أول وظيفة بتتأثر هي وظيفة تكثيف البول، وآخر وظيفة بتشفى هي وظيفة تكثيف البول. لذلك وظيفة تكثيف البول هي الأصعب. هلأ في حالة مرضية عن العين الصباحي، البول ذو كثافة قليلة أو بول رقراق، ذلك يشير إلى قصور كلوي مزمن بسبب نقصان قدرة الكلي على التكثيف أو بليتفها نخامي أو كلوي. أما البول ذو الكثافة العالي قد يدل على نقص الإماهة والتجفاف أو على داء سكري غير مضبوط مع وجود كميات كبيرة من السكر في البول. يعد نقص الكثافة علامة خطيرة في أمراض الكلي في حال عدم وجود بيلي تافهة، حيث أن نقص الكثافة البولية الصباحية من أبكر وأهم علامات القصور الكلوي المزمن. مثل ما ذكرنا أول وظيفة من وظائف الكلي تفقد هي وظيفة القدرة على تكثيف البول بالقصور الكلوي المزمن. هلأ التفاعل أو البي اتش تبع البول، يكون البول الطبيعي حامضياً بدرجة تقريبا من 6 إلى 6.5 وسطيا، وذلك بسبب اطراح الكلي لكمية من شوارد الهيدروجين. تعد هذه الحموضة من أهم وسائل الدفاع ضد الجراثيم. أما البول القلوي فهو بول هش تعشقه الجراثيم. توجد أدوية مقلونة للبول لها دور خاص في علاج القصيات البولية حسب نوعها، ولكنها تستخدم لفترة قصيرة فقط من 10 إلى 15 شهر. مثل بكرة بس ندرس قصيات، تلاقي في قصيات تتشكل بوسط حامضة مثل حصيات حمض البول وحصيات حصيات السستين، فهدول الحصيات عادة بيعطوا فيهم مقلونات البول منشان يساعد على انحلالها وللوقاية من حدوث تشكل الحصيات التي تتشكل في وسط حامض. كثيرا ما يساعدنا القياس بي اتش البول على تفسير بعض المشكلات المرضية، وأهمها هي الحصيات. يميل البول نحو القلوي بشكل خفيف في الصيف بسبب الاكثار من تناول الفواكه، في حين يميل للإحماض شتاء. اذا بقي البول الصباحي قلويا بشكل ثابت فهذا يشير الى الاصابه بالإحماض الانبوبي البعيد. في عندنا اربع انماط من الإحماض الانبوبي، عمليا نحن ندرس منها ثلاثه، النمط الاول والنمط الثاني والنمط الرابع. النمط الرابع اللي هو نمط الكلاسيك تيب، او النمط الاول هو الإحماض الانبوبي البعيد، بيكون هون في الكلي في خلل بإفراز شوارد الهيدروجين بالبول، ما بينطرح الهيدروجين بالبول وبالتالي يصبح البول قلويا، وما بتنزل بي اتش البول حتى لو اعطينا حموض عن طريق الفم ولا عن طريق الوريد، ما بتنزل بي اتش البول عن 5.5. هذا بيؤهل لتشكل حصيات عند هؤلاء المرضى، وخصوصا هذا الإحماض الانبوبي البعيد بي اتش البول دائما بيكون قلوي وما بتنزل بي اتش البول عن 5.5، لذلك بيتشكل عندهم حصيات بولية، واحيانا حتى بيصير عندهم نفرو كالسينوسيز تكلسات بالكليه.
طبعا البول القلوي بشكل مرضي يدل على الانتان بالشطيرات البولي المتقلبات، اللي هي احد البكتيريا اللي بتؤدي لانتانات بولي بسموها المتقلبات الرائعه البروتياس، هاي بتؤدي لتشكل حصيات انتاني. هلا الرائحه ما كثير مهمه، ما حد راح يشم ريحه البول مشان يقول لك والله رائحته كذا ولا كذا. يملك البول الطبيعي رائحه اموني رائحه امونيا خفيفه، تصبح رائحه البول كرائحه السمك في حالات الانتانات البولي. كمان تناول بعض انواع الصادات يعطي البول رائحه كرائحه الهيليوم. يعطي الاسيتون في البول رائحه كرائحه الفواكه في حال الحماض كيتوني، بس السكري ما راح تلاقي باي فحص بول مذكوره فيه الرائحه، ولكن يعني هي للتذكير. هلا الحجم البول، في فحص البول الراسي بيتم جمع عينة بول صباحي حجمها من 150 ل 200 مللتر، وليس بول 24 ساعه. طبعا عينة البول اكيد المقصود فيها انه عينه صغيره مو جمع بول 24 ساعه، بينما لا تحدد حجم البول الا بجمع بول 24 ساعه. فالحديث عنه في سياق فحص البول والرسب هو الاستئناس فقط. يبلغ حجم البول الطبيعي 1.5 ل 2 لتر في اليوم، وقد يصل حتى 3 لتر احيانا. الجدير بالذكر ان كميه البول تعتمد بشكل كبير جدا على شرب السوائل ودرجه التعرق. بشكل عام فان شرب 3 لتر في اليوم يؤدي الى اطراح 2.5 لتر في البول، وذلك في حال كان التعرق في حده الادنى، يعني هذا بيكون اللي بينطرح بسموه الفقدان غير المحسوس بيعادل تقريبا نص لتر عن طريق التنفس وبخار الماء بالتنفس وعن طريق التعرق. اما في الجو الحار فقد يشرب الانسان 3 لتر ولا يبول الا لتر واحد فقط، وذلك حسب كميه الماء المفقوده بالتعرق. كما يقل حجم البول المطروح بشكل هام في حالات الاسهال المائي، خساره الماء تكون بشكل رئيسي عبر سبيل الهضم، وبالتالي يقل الاطراح عبر الكلى. هلا بنجي لجمع بول 24 ساعه، وهو استقصاء يقوم به المريض بجمع بوله كاملا في كل مره يتبول فيها المريض لمده 24 ساعه بحسب الطريقه التاليه. انتبهوا عليها لانه هي شغله عمليه، بكره ان شاء الله بالحياه العمليه اذا طلبت لمريض جمع بول 24 ساعه لازم انت تعلمه، لانه ما بيعرف حتى لو كان شو ما كان يكون متعلم ولا ما متعلم، لازم انت تعلمه على الطريقه. يقوم المريض بجمع بوله في يوم عطلتي او اي يوم مثلا من بعد الساعه 8 صباحا وحتى الساعه 8 صباحا من اليوم التالي. بس لاحظ يعني مثلا جاك مريض بدك تقول له اجمع لي بول 24 ساعه بكره، اول ما في الصبح البول اللي بكونه البول الصباحي الموجود هذا بكبه برا العبوه خارجا، لانه هذا بول اليوم السابق. من بعد الساعه 8 صباحا اول عين بول صباحي بكبها بالتواليت، يعني بيتبولها خارجا، وبعدها كل ما تبول بيحطوا بهالعبوي لمده 24 ساعه. لتاني يوم الصبح الساعه 8، ثاني يوم الصبح الساعه 8 اخر عيني بيحطها هي البول الصباحي بيحطها بالعيني، هيك بكون صار جمع بول 24 ساعه. بدك تعلموا عليها للمريض لانه ما بيعرف، حتى ما يروح يحط لك البول الصباحي تبع اليوم السابق والبول الصباحي تبع اليوم اللاحق، وبالتالي هيك بصير في خطا. وطبعا ذاكر لك الدكتور هون ننوه الى اهميه تعليم المريض كيفيه اداء هذا الفحص مهما بلغت ثقافته العامي للحصول على نتائج دقيقة. مثل ما شرحت أول عين بول صباحي بيكبها برا، بعدين بيجمع بوله لمدة 24 ساعة، آخر عيني بتكون هي تاني يوم الساعة 8 صباحا بيبولها بالعبوي وبياخدها للمختبر. هلأ بنجي للفحص الكيميائي للبول، يتم بواسطة غمس شرائط خاصة هي الديبستيك تحتوي عددا من الكواشف التي تلون بألوان معينة وكل لون دلالته الخاصة. هلا هاي الكواشف بيغمسها بعينة البول، فحسب شو موجود بالبول بيتغير اللون، وطبعا بكون في لها تغيرات درجات اللون حسب درجة اللون بيتغير لون الكاشف، وعلى العبوي نفسها بكون في درجات للون، فبيقدروا انه مثلا البروتين زائد 1 زائد 2 زائد 3، السكر زائد 1 او زائد 2 او زائد 3 حسب درجة تلون الكاشف. بواسطة هذه الشرائط يمكن كشف السكر، البروتين والخضاب والأجسام الكيتونية أو الخلونية، النتريت والأصبغة الصفراوية.
بشكل عام البول الطبيعي لا يحتوي أي. نعم بس في سؤال على جمع البول 24 ساعة، ايه تفضل. حكيم شو مستفيد من هذا الإجراء بالضبط يعني؟ جمع بول 24 ساعة بشكل عام أهم ما بنبحث فيه عن بروتين بول 24 ساعة. بكرة مثلا التهابات الكبد والكلي بصير عندنا عند المريض مثلا، خصوصا المتلازم النفروزي، انه بصير عنده بولي بروتيني غزيره مثلا، فبدنا نعرف كميه البروتين الموجوده بالبول خلال 24 ساعه، عرفت شلون؟ فبنخلي المريض يجمع البول لمده 24 ساعه وبنعاير البروتين الموجود بالبول. او مثلا احيانا بالحصيات، او مثلا بكون عند المريض بيلي كلسيه بسموها مثلا هايبر كالسيوريا، بدك تعرف مقدار الكالسيوم الموجود بلول هل هو مرتفع او طبيعي، كمان بيجمع المريض بول 24 ساعه وبيعاير الكالسيوم. تمام؟ الكورتيزول حبيبي، الكورتيزول كمان بنعاير بول 24 ساعه للقشر الكظر. طبعا هلا الكورتيزول هذاك بالغديه، بس احنا عم نحكي من ناحيه امراض الكلي يعني. هلا مثلا الكورتيزول اذا بدنا نقيس الكورتيزول الحر في بول 24 ساعه كمان بينجمع البول. طبعا مو بس الكورتيزول، في كثير يعني هرمونات بتتعاير بالغدد. عندك مثلا بكره بس ندرس الفيوكروموسايتيوما، بتتعاير الفينيل مانديليك اسيد والميتانفرين كمان ببول 24 ساعه. تمام، في كثير هرمونات بس جمع بول 24 ساعه فيما يخص الكلي مثلا لدراسه الكالسيوم، لدراسه الفوسفور، لدراسه البروتين وكميه البروتين ببول 24 ساعه. وضحت الفكرة؟ تمام حكيم، الله يعطيك العافية. تمام. هلا بنجي للسكر. مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة، لا وجود للسكر في البول في الحالات الطبيعية، حيث لا تطرح الكلية الطبيعية السكر في البول إلا إذا تجاوز مستواه في الدم العتبي الكلوي، وما تنسوا لي العتبي الكلوي هي 180 ميلي جرام بالديسل. هلا في استثناءات من أسباب البيلي السكري، أول شيء الداء السكري. السبب هون يعود لارتفاع قيمة سكر الدم عن العتبي الكلوي مما يؤدي لأطراح السكر في البول. في عندنا شغلة تانية اسمها البيلي السكري الكلوي بنقص العتبي الكلوي، يعني بسموها رينال جليكوزيوريا. هاي هون بتكون بشكل خلقي العتبي الكلوي عند المريض منخفضة، وبالتالي بتؤدي لطرح السكر بكميات أقل من الأشخاص الطبيعيين. ومثل ما ذاكر هون هي حالة خلقية سليمة تكون فيها العتبي الكلوي والسكر منخفضة، يعني طبيعي عادة بتكون 180 ميلي جرام ديسلتر. مثل هدول المرضى ممكن تكون 160 أو 150 ميلي جرام ديسلتر، فبالتالي عندما بتجاوز عندهم سكر الدم 150 أو 160 بتلاقي صار يطرح سكر بالبول، وبالتالي يتم إطراح سكر بالبول على الرغم من عدم ارتفاعه في الدم. فبتعمل له مثل هذا المريض حتى تميزه، بتعمل سكر الدم وبتعمل الجليكوسيد هيموجلوبين، بتلاقيهم طبيعيات، فبتستشف انه هي بيلي سكري بنقص العتبي الكلوي. طبعا مثل ما ذكر نميز هذه الحاله عن بيلي الداء السكري بفحص سكر الدم، فاذا كان مرتفعا فهذا يدل على الداء السكري، اما اذا كان السكر طبيعي فهو بيكون بسبب نقص العتبي الكلوي. تؤدي هذه الحاله الى زياده احتماليه حدوث الانتانات البولي خصوصا لدى النساء بسبب وجود السكر بالبول الذي يؤهب لنمو البكتيريا، لذلك يجب الاهتمام بالنظافه بشكل كبير. طبعا اثناء الحمل بسبب زيادة معدل الرش الكبة تهرب كميات صغيرة من السكر وممكن البروتين في البول، لذلك البيلة السكرية أثناء الحمل والبيلة البروتيني الخفيف أثناء الحمل لا تعتبر مرضي. من الأسباب ظهور البيلة السكرية تلوث عينة البول بالسكر. طبعا إذا جالك مريض استخدم عبوي مثلا قنينة بيبسي ولا قنينة فيها سكر سابقا، يعني هذا أكيد بيعطي خطأ بالعين. هلأ البروتين تعطينا الشرائط الحساسي مقادير تقريبية للبيل البروتيني. طبعا ما بتعطيك مقدار بالميلي جرام ديسلتر، لا، البيل البروتيني عادة بالديبستيك بالشرائط بقدروها بلاس 1 بلاس 2 بلاس 3 بلاس 4 تقريبا. هون بشكل تقريبي كل زائد أو بلاس يعادل 1 جرام بروتين في بول 24 ساعة، لكن هذا تقريبي ولا يعتبر دقيق ولا يعتمد عليه، لأنه إذا بدنا نقدر قيمة البيل البروتيني بشكل دقيق لازم نعمل جمع بول 24 ساعة ونقيس البروتين في بول 24 ساعة. بشكل عام لا وجود للبروتين في البول الطبيعي، لكن مثل ما ذكرنا المحاضرة السابقة قد تمر الكلي
وبشكل طبيعي بروتين بحوالي احفظوا لي هالمقدار هذا لحدود ال 150 ميلي جرام خلال 24 ساعه، من 50 ل 150 ميلي جرام خلال 24 ساعه، وهي كميه زهيده جدا ولا تكتشف بفحص البول والرسيب وليس لها اي دلاله مرضي. كميه البروتين المسموح فيها انه بالبول الطبيعي هي اقل من 150 ميلي جرام في بول 24 ساعه، قد تزداد عند الحوامل. طبعا انتبه، عند الحوامل ممكن ترتفع لتصير 300 ل 400 ميلي جرام بشكل طبيعي بسبب زياده معدل الرش الكبه. عند اكتشاف بيل بروتيني عبر فحص البول والراسب نطلب جمع بول 24 ساعه. لتحديد كميه البروتين بالبول بسبب وجود اختلاف بطرح البروتين بين الليل والنهار، فلا نستطيع تفسير البيل البروتيني بفحص العين المأخوذي لفحص البول والراسب لوحده. هلا تصنيف البيلي البروتيني، هي يعني نظريا وعمليا وسريريا هذا الشيء هي مهمه، تبع لكميه البروتين. في الحاله الطبيعيه بكون كميه البروتين اقل من 150 ميلي جرام بروتين او اقل من 30 ميلي جرام البومين في بول 24 ساعه. اما البروتين الكلي اقل من 150 ميلي جرام بال 24 ساعه، الالبومين اقل من 30 ميلي جرام في ال 24 ساعه. هلا احفظوا لي هاي مهمه كثير، باعتلال الكلي السكري وعن مرضى السكري، بيله الالبومين المجهري. بيله الالبومين المجهري هي المايكرو البومين يوريا، هي مقدارها يكون بين 30 ل 30 300 ميلي جرام البومين في بول 24 ساعه، ولهذا المجال اهميه خاصه لاحتماليه وجود سبب مرضي هذه البيله، لكن الكشف المستخدم في فحص البول والراسب لا يكشف هذا المجال. شغله مهمه كثير، إذا بدك تكشف بيلة الألبومين المجهري عند مرضى الداء السكري ما بيعتمد على الكواشف، لأنه الكواشف هي الموجودة ما بتستطيع كشف بيلة الألبومين المجهري، إلها كواشف خاصة، أو بدنا نعمل جمع بول 24 ساعة ونكشف بيلة الألبومين المجهري. الدرجة الثالثة هي البيلة البروتيني الصريحة، هي بتكون أكثر من 150 ميلي جرام بروتين أو أكثر من 300 ميلي جرام ألبومين في 24 ساعة. الجدول بوضح نوع البيل البروتيني ودلالته المرضية. البيل البروتيني تصنف لثلاث درجات، البيل البروتيني الخفيفة وهي بتكون أقل من 1 جرام 24 ساعة، ولأسباب التهاب الغدد الكلي، التهابات الطرق البولية المفرغة، وتصلب شرايين الكلي. البيل البروتيني المتوسطة هي اللي بتكون بين 1 ل 3 جرام بال 24 ساعة، ومثال عليها التهاب الكبد والكلي. اما البيل البروتيني الشديده او هي اللي بسموها النفروتيك ليفل، يعني النفروزيه، هي اللي بتكون اكثر من 3 جرام بال 24 ساعه، مثال عليها هو تناثر النفروزي. النفروزي البيلي النفروزي هي اللي بتكون اكثر من 3 جرام بول 24 ساعه. طبعا لا تستطيع الشرائح الحساسه الكشف عن وجود بروتين بينز جونز في البول. هذا أحين بينز جونز هذا عبارة عن جلوبولين مناعي من السلاسل الخفيفة، يشاهد في بول مرضى الملتيبل مايلوما أو الورم النقوي العديد. مصدر البروتين في البول قد يكون من الطرق المفرغة كما في الانتانات البولية، بتكون البيل البروتيني خفيفة، أو من الكبب كما في المتلازمة الكبي والنفروزية. المتلازمة الكبي عادة بتكون البيل البروتيني فيها متوسطة، والنفروزي بتكون البيل البروتيني عادة بتكون شديد. هلا بنجي على الهيموغلوبين. لا يوجد الخضاب الطبيعي في البول، في البول الطبيعي، وفي حال وجود الخضاب فنحن أمام إحدى حالتين، إما أن يجد يوجد الخضاب لوحده دون وجود الكريات الحمر، وهي إحنا نسميها البيلي الخضابية، عادة تحدث بانحلالات الدم، مثلا عند مرضى فقد دم الانحلالة. أما وجود الخضاب مع وجود كريات حمر في البول، هون المريض بيكون عم يعاني من بيلي دموي بانواعه، والخضاب هنا جاء من الكريات الحمر. تمام، اذا وجد الخضاب لحاله فقط بالبول فهذا بيشير لانحلال دم، اما اذا وجد الخضاب مع الكريات الحمر بالبول فهي بتكون بيلي دمويه، والخضاب هذا ناجم عن تكسر الكريات الحمر الموجوده بالبول، وبالتالي بتكون يعني هاي بيلة دموية وليس بيلة خضاب اسمها الحال. إن إيجابية الشرائط الحساسة للخضاب قد تعني إما بيلة دموية أو بيلة خضاب أو بيلة ميوغلوبين.
الميوغلوبين مثل ما ذكرنا هذا البروتين العضلي، هذا بنشاهده بالبول في تنذر الهرس كراشينج سيندروم، ونفرق بينهم بالفحص المجري للبول فنرى الكريات الحمر في البيل الدموية. هلا بنميز بيناتهم، وجود الخضاب لا يكتسب قيمة مرضية إلا عند وجود لوح حدي بدون كريات حمر، يعني بتوقع واضحة ما له أهمية مرضية لوجود الخضاب بالبول إلا في حال وجوده لوحده، فهون بدل عن خلال البول، أما في حال وجوده مع الكريات الحمر فهذا بيشير لبيلي دموي. يحدث في الحالات السوية خلال الكريات الحمراء، ولكن لا يظهر الخضاب بالبول بسبب إعادة امتصاصهم الأنابيب الكروي. أما عندما تنحل كميات كبيرة بشكل مرضي يصبح الأنابيب عاجزة عن امتصاص الخضاب كاملا فيظهر في البول، وفي هذه الحالة يجب نقل دم طازج للمريض وإيقاف السبب المؤدي للانحلال. طبعا هذا شيء ثاني، يعني هذا موضوع انحلال الدم، مع ضرورة التشديد على المريض بأن ينتبه عند تناول الأدوية لوجود احتمال انحلال الدم لاحقا، كما أن تركب الخضاب قد يؤدي إلى قصور كلوي حاد. طبعا في بعض الحالات انحلال الدم الشديد وترسب الخضاب في الأنابيب الكلوي ممكن يؤدي إلى حدوث نخر أمومي حاد قد يؤدي إلى قصور كلوي حاد. هلأ شو منبيز نوع البيلي الحمراء تبع الموجودات بالبول؟ البيلي الدموي بيكون الخضاب والكريات الحمر اثنيناتهم إيجابيات بالبول، أما الميوغلوبين بيكونوا سلبي. البيلي الدموي الخضاب والكريات الحمر اثنيناتهم بيكونوا إيجابيين، أما الميوغلوبين بيكون سلبي. بيلي خضابي انحلال الدم فقط بيكون الخضاب إيجابي، أما الكريات الحمر والميوغلوبين بيكونوا سلبيات. بيلة الميوغلوبين ناجبة عن الهرس العضلي بيكون الخضاب والريد بلاد سيل الكريات الحمر نيجاتيف، أما بس فقط الميوغلوبين هو بيكونوا بوزيتيف. هاي البيلة الميوغلوبين في حال إذا كان المريض تناول صبغة أو دواء بيكونوا كلياتهم سلبيات، لا بيكون بخضاب ولا كريات حمر ولا ميوغلوبين. سهل هذا الجدول. الأجسام الكيتونية أو الخلونية بالبول عادة لا توجد في البول الطبيعي، يعتبر هذا الاختبار نوعياً انتبه للأسيتو أسيتات حمض الخلون الخلي أسيتو أسيتات، ولا يتحرى عن الكيتونات الأخرى مثل البيتا هيدروكسي بوتيرات أو البيتا هيدروكسي أسيتيك أسيد أو الأسيتون، هذول بيكونوا عادة موجودين بالدم وبيرتفعوا عند مرضى الحماض الكيتوني. تظهر الأجسام الكيتونية في البول عند مرضى السكر المتقدم غير المضبوط أو المرضى المتعرضين لصدمة إنتانية أو حالة جهد شديد. طبعا في المخمصات الجوع الشديد أو starvation المجاعة الشديدة ممكن يظهر الكيتون بالبول، وعند المرضى المدنفي الأصبع الصفراوية عادة لا وجود الأصبع الصفراوية والبيليروبين في البول، بيليروبينوجين فقط. مؤشر لأمراض الكبد كالتهاب كبد أو يرقان انسدادي. معلش أسف شوي. عند مشاهدة الأصبع الصفراوي البيليروبين في البول الطبيعي في البول عند المريض نطلب استقصاءات مثل وظائف الكبد AST وALT واستقصاءات أخرى لالتهابات الكبد الفيروسي. هلأ النتريت هذا كتير مهم، لا وجود للنتريت في البول الطبيعي على عكس النترات الموجودة طبيعيا بالبول، هاي بتكون قادمة من الأغذية الغنية بالبروتين. تستقلب بعض الجراثيم النترات الموجودة في البول وتحوله إلى نتريت، لذلك يدفعنا وجود النتريت في البول للشك بالإنترنت بولة، وعندها نطلب زرع بول لتحديد نوع الجراثيم. دائما بزرع البول إذا شفت النتريت بوزيتيف فورا بتشك بوجود إنترنت بولة وبتطلب زرع بول. وجود النتريت في البول يعني إنترنت بولة حتى يثبت العكس. حتى لو لم نجد كريات بيض في فحص البول، لا تقوم كل الجراثيم باستقلاب النترات إلى نتريت، وبالتالي عدم وجوده لا ينفي وجود الجراثيم. فأهم شيء أنه وجوده
بيشير الى انتان باولي، وبالتالي يجب انه تسوي زرع بول. اما غيابه لا ينفي الانتان باولي، لانه مو كل الجراثيم تستقلب النترات وبتحولها للنتريت. اشع سبب الانتان باولي طبعا هذا بندرسه هو الاشيشيا كولاي. هلا ننتقل للفحص المجهري، فحص الراسب البولي. يجب ان تفحص الرساب البولي عند اي مريض نشك لديه بوجود آفي بولي. يساعد الفحص المجري على رؤية العناصر التي لم تظهر في الفحص العياني والكيميائي، ويتم وفق المراحل التالية. عفوا أنا مضطر أستأذن بس ثواني. هلا بنرجع لفحص الراس البولي. تعبان من أجل المحاضرة ما خلص مشكلة يعني. نعم تعبان أو زي في شيء من أجل المحاضرة. هلا دكتور بس تعرف الواحد أنا ما متعود على الحكي كثير بالصراحة، فأحيانا الواحد بصير معه مثل الجفاف بالبلعوم فبثير سؤال، فهذا اللي صار ولا إن شاء الله ما في شيء. هلا يأخذ حوالي 10 مللتر من عينة البول الصباحي، وطبعا هو الأفضل مثل ما ذكرنا، وتوضع لمدة 4 إلى 5 دقائق في مثفري تدور بسرعة 2000 دورة بالدقيقة. تترسب نتيجة لذلك العناصر المرضية السابحة في البول، وتجمع هي بأسفل الأنبوب مشكلة ما يسمى الرسابي البولي، هي اللي بسموها الراسب. طبعا بعد ما يثفلوها البول بيطفى الماء على السطح، والرساب البولي بتترسب بقعر الأنبوب، فبيكبه السائل الطافي وبيخلوا تقريبا نص ميلة، بيمزجوها بشكل جيد وبيفرشوها على سلايد زجاجة، وبيفحص تحت المجهر. طبعا فحص المجهري بيكونوا تكبير ضعيف وبعدين تكبير قوي. طبعا التلوين ما بيلجأ له بشكل روتيني الا في حالات مثلا وجود بكتيريا ممكن يستخدموا تلوين. تشمل العناصر التي يمكن مشاهدتها تحت المجهر الكريات الحمر والكريات البيض والخلايا الظهريه، الاسطوانات والبلورات والفطور والجراثيم. بنبدا بالكريات الحمر، تشاهد تحت المجهر كخلايا صغيره غير منوعه. عاده عند الاصحاء من 4 إلى 5 كريات حمر بالساحه المجهريه، هذا على التكبير القوي، ولكن هو بشكل طبيعي ما بتشاهد اكثر من 2 إلى 3 كريات، ولكن الماكسيمم الحد الاعلى لازم ما يتشاهد اكثر من 5 كريات حمر في البول الطبيعي. ويزداد هذا الرقم الى 6 إلى 7 كريات عند الاناث في سن نشاط الرسله في اوقات دوره الطمثي او بعد الجماع. لذلك مثل ما ذكرنا يجب تجنب هذين الطرفين عند القيام بالفحص. بشكل عام تنبهوا له، اي امراه حتى بجوز ما تكون مريضتك جابت لك فحص بول لقيت فيه 20 او 25 كريه حمراء وشكيتها ما بتتماشي مع هذاك، فورا اسألها انه عطيت العين البولي كان البيرودي عليك ولا لا. هاي بدك تتعود عليها، لانه في كتير نساء ما بتنتبه يعني مثلا، او ما حدا منبهها رايح مسوي فحص بول وعليها البيريود، فبدك تنبه للموضوع هذا حتى ما تعزي بشكل خاطئ انه هاي بيلي دموي. فالنساء بدك تنبه لموضوع البيرود عندها دائما خلال فحص البول. كما عندما نشاهد أكثر من ذلك فنحن أمام حالة مرضية وهي البيلي الدموية الهيماتوريا. يمكن للعين المجردة أن ترى الدم بالبول عند وجود نص مليلتر دم في لتر بول، وبالتالي البيلي الدموي شكلان عندك. عندنا شكلين البيلي الدموي، البيلي الدموي المجهري اللي هي بيسموها الميكروسكوبيك هيماتوريا، هي بكون تعداد الكريات أقل من 100 كري بالساحة المجهرية، وهي الأخطر لأنها لا تشاهد بالعين المجردة فلا يمكن كشفها إلا بالتحليل. هاي البيلي الدموي المجهري. أما البيلي الدموي العياني هاي بسموها الجروس هيماتوريا، هاي تشاهد عيانيا يعني المريض بشوفها بشوف لون البول وصار أحمر عندما يتواجد
أكثر من 100 كرية بالسحب، وهي تشاهد بالعين المجرد. أسباب توجه سبب وجود الكريات الحمر في البول، هل شكل الكرية الحمراء الموجودة بالساحة مشوه أم طبيعي؟ الكريات الطبيعية ذات المحيط المنتظم يكون مصدرها الطرق البولية المفرغة من الحويضة أو الحالب أو المثاني. يعني إذا كانت الكريات الحمر شكلها نظامي وحوافها منتظمة، هي غالبا بكون مصدر الكريات الحمر أو النزف بكون الطرق البولية المفرغة، الحويضة والحالب والمثاني، وتشير إلى التهاب مجاري بولية أو حصيات بولية أو أورام. أما الكريات المشوهة يكون مصدرها من الكبد. دائما الكريات الحمر المشوهة اللي بتكون موجودة بالبول مصدرها بيكون من الكبد الكلوي، وهي كتير شغلة مهمة. عادة التهاب الكبد والكلي بيؤدي لظهور كريات حمر مشوهة بالبول بسموها ديسمورفيك، حيث يتشوه شكل الكريات أثناء عبورها للغشاء الكبة الملتهب المكون من ثلاث طبقات، وتشير إلى التهاب كبد وكلي، وهذه حالة خطيرة لأنها تنتهي غالبا بالفشل أو القصور الكلوي. ملاحظة، في البيل الدموي ذات مصدر الكبة يتجاوز نسبة كريات الحمر المشوهة 70-80%، وتدعى هذه النسبة بالمشعر الكبة. مثل ما ذكرت أنه الكريات المشوهة غالبا بتدلنا على التهاب كبد وكلي، وغالبا بتكون نسبتها من الكريات الكلية الموجودة بالبول بتكون نسبتها من 70-80%. البيل الدموي الصارخة لا تدعو للقلق، حيث يشعر المريض بألم شديد يكون سببه غالبا مشكلة في المجاري البولي السفلي، يا أما حصي أو التهاب مثاني أو ما شابه. أما البيل الصامتة، المريض يبول دما وقد تتكرر البيلي بتواتر مرة كل 4-5 أيام، لكن لا يشعر بألم أو حرقة أو تبطيش أثناء التبول، وهذه البيلة خطيرة جدا، حيث تشير غالبا إلى ورم في الكلي حتى يثبت العكس، أو متلازمة كبي التهاب كبد وكلي. عادة أورام الكلي، عادة البيلي الدموي تكون غير مؤلمة، وحتى سرطانة المثاني كمان تكون البيلي الدموي غير مؤلم. يعتبر الألم نعمي في هذه الحالة لأنه يوجه المريض لزيارة الطبيب، ولو شعوري بالألم في المرحلة المبكرة لو تطورت عند المريض مشاكل أكثر خطورة كاستسقاء كلي أو القصور المزمن. هل الدم الموجود في البيلي متخثر أو غير متخثر؟ نسأل المريض إذا لاحظ وجود علاقات دموية بالبول أم أن البول رائق ولكن لونه مثل لون الشاي. يكون الدم غير متخثر، وهذا يدل على أذية الكبد الكلوي، لأن الكبد الكلوي عادة تفرز مواد مضادة للتخثر، لذلك لا يتخثر الدم المطروح عندما يكون منشأه من الكبيبات الكلوي. أما عندما يكون الدم متخثرا بشكل علاقات أو المريض عم يطلع معه البول على شكل خثرات، هذا بيدل على أذية خارج كبي، مشكلة بتكون بالأجواف الكلوي، إما الحويضة والكؤيسات أو الطرق البولية الحالب والمثاني والإحليق. هاي شغلة يعني سريرية وكتير مهمة السؤال عنها. هلأ الأهم هذا اللي بدي أشرحه هلأ، توقيت ظهور الدم، هاي لازم ما تنسوها أبدا. حتى سألت عنها أنا بفحص تخرج يوم اللي كنا السنة السادسة. البيل الدموي لها ثلاث أنواع يكشف عنها باختبار الأقداح الثلاثي 3-glass test، حيث يطلب من المريض التبول في ثلاثة أنابيب متتالي، ونميز منها ثلاث حالات. وجود الدم في الأنبوب الأول، هاي تسمى بيلي دموي بدئيه إنيشيال، وتشير إلى مشكلة في الإحليق. يعني المريض أول ما ببول بيطلع الدم، هاي البيلي الدموي الابتدائي أو البدئي هاي بتكون مصدره من الإحليق. إذا وجد الدم في الأنبوب الثالث فقط، هاي تسمى بيلي دموي انتهائي تيرمينال، هاي تشير إلى مشكلة في المثاني. أما إذا وجد الدم في الأنابيب الثلاثة، هاي تسمى بيلي دموي شاملي توتال، وتشير إلى مشكلة علوية في الكلي. سهلات هذول لازم ما تنسوهن، حتى بتنسألوا عنهن سواء بالداخلية ولا بالجراحة البولية. إذا كانت بيلي دموي بدئي فبكون مصدرها الحالب، إذا كانت بيلي دموي انتهائي فقط بالكأس الثالث فهي تشير إلى نزف من المثاني. أما إذا كانت شاملة بالكوس الثلاثي فهي تشير إلى مشكلة علوية في الكلى. هل البيل الدموي معزولي أو مترافقة مع بروتين؟
اذا كانت الكريات الحمر مترافقه مع بروتين في البول فانه ذي يعني غالبا هذا بيشير الى مشكله في الكباب كما التهاب الكباب والكلي. اما اذا كانت الكريات الحمر في البول غير مترافقه مع بروتين فذلك اشاره الى الدم مصدره من الطرق البوليه وليس من الكباب. قد يوجد البروتين بكميه قليله في اذيه الطرق البوليه المفرغه. اذا ترافقت البيل البروتيني الشديده النفروزيه يعني اللي بتكون اكثر من 3 جرام بال 24 ساعه مع البيل الدموي فان ذلك يشير الى ما يسمى النفروز غير النقي. طبعا هذا شغلي مبكر عليكم لانه عندنا النفروز النقي اللي هو هذا المينيمال تشينج او الداء قليل التبدلات هذا بسموه النفروز النقي. هذا فقط بنلاقي فيه بيل بروتيني نفروزي اكثر من 3 جرام. اما اذا ترافق مع كريات حمر اذا ترافقت البيل النفروزي يعني مستوى بيل بروتيني يعني بمستوى النفروزي اكثر من 3 جرام وترافق مع بيل بروتيني مع بيل دموي فهذا يدعى نفروز غير نقي. طبعا هذا شيء مبكر عليه بس نجي لوقته وبندرسه. هلا البيل الدموي والاورام لابد من التحري عن وجود ورم خبيث سرطان كلي او المثاني او البروستات عند رؤيه الدم في البول. الجدير بالذكر بالنسبه لسرطان الكلي يعتبر يعني بيكون غالبا صامت سريريا حيث لا يعاني المريض من اي اعراض غالبا سوى بيل دموي شاملي متقطعه يعني بتروح وبتجي يظهر الدم مره وقد يغيب اسبوعا مما يؤكد على اهميه اخذ الدم بالبول بعين الاعتبار. فهي اشاره مرور حمراء يجب ان لا نتجاوزها يعني اي شغله يعني وجود الدم بالبول يعني لا يعزى لسبب يعني والله بسيط ابدا لازم تستقصي. هلا وجود الكريات البيض الوايت بلاد سيل تشاهد تحت المجهر كخلايا منواه اكبر من الكريات الحمر ونميزها عن الخلايا الظهريه بانها اكبر وذات نواه مضغوطه. قد نجد بشكل طبيعي حتى 6 كريات تحت المجهر بالتكبير القوي بس وسطين عاده ما بنشوف يعني المسموح فيه للكريات البيض من 1 إلى 3 كريات بيض وقد يصل العدد الى 10 كريات في حال كان البول مكثفا او عند النساء في سن نشاط التناسلي. ولكن بشكل عام يجب ان لا يزود عدد كريات البيض في البول اكثر من 5 حتما اكثر من 5 كريات بيض في البول يعتبر مرضي. زاد كريات بيض البول اكثر من الطبيعي يدعى بيلي قيحي بيوريا. طبعا يجب ان نميز من ترافق البيل القيحي مع البيل البروتيني ام لا. اذا كانت البيل القيحي مع بروتين تدل على انتان بولي علوي وهذا لهذا لازم ما تنسوا في ثالوث هلق بنحكي عنه التهاب حويضه وكلي البيلو نيفرايتس. اذا ترافقت البيل القيحي مع بيل بروتيني فهذا يشير لالتهاب حويضه وكلي وهو الاخطر كما نعلم خصوصا عند المراه الحامل او مريض سكري. يترافق مع اعراض عامه الم بالخاصره وحراره وعروقات يحتاج لزرع بول والعلاج بالصدات المناسبه لمده 14 يوم. اما اذا كان فقط بيل قيحي بدون وجود بروتين هاي بتدل على انتان بولي سفله التهاب مثاني سيستايتس لا يدعو للقلق كما انه لا يترافق مع اعراض عامه لكنه كثير ما يسبب اعراض بوليه مزعجه كالحرقه وتعدد البيلات والايرجنسي او الالحاح البولي. عاده الطرق البوليه السفليه اعراضها بتكون زحير وتعدد بيلات وايرجنسي هاي الاعراض السفليه اللي بنسميها لا داعي فيه للزرع وانما يكتفي بالمعالجه بمضادات حيويه مثل الباكتريم. وهلا طبعا هذا الباكتريم كان زمان هلا افضل شيء ممكن تستخدم الفلوروكينيلون سيبروفلوكساسين او اي فلوروكينيلون ثاني خصوصا مثلا الليفوفلوكساسين او السيبروفلوكساسين الا في حالات خاصه كالمراه الحامل ومريض السكري ومرضى نقص المناعه. التهاب الحويضه والكلي يؤدي لبيل بروتيني خفيفه اقل من 1 جرام عند اجراء زرع بول فاما ان يكون ايجابيا ويجر نحو السبب نحو العنصر المسبب واما ان يكون سلبيا وبالتالي نكون امام بيل قيحي عقيمي خالي من الجراثيم. هاي الفقره تحفظوا لي اياها كمان اسباب البيل القيحي العقيمي. يعني مثلا جاك مريض عملت له فحص بول طلع عنده اكثر من 5 كريات 10 20 كري 25 كري بيضاء بالبول عملت له زرع بول طلع زرع البول سلبي. فهوني بدك لازم تعرف شو اسباب البيلي القيحي العقيمي. هاي احنا بنسميها يعني بتكون
موجود بيل القيحي بفحص البول ولكن زرع البول سلبي، هذا معنى البيل القيحي العقيمي. هاي لازم كلها تكون تعرفوها وبيجي عليها أسئلة. من الأسباب إنتان جوار كالتهاب الزائدي الدودي، هوني تتسلل الكريات البيض إلى المثاني ومن ثم تخرج في البول، لكن دون أن يبدي المريض أي أعراض بولية مثل حرقة أو تقطيش أولا في الخصرة. هاي إنتانات الجوار. السل البولي، التدرن البولي، طبعا لما تكون موجودة عصاية سل بتسوي بيلي قيحي، ولكن لما تزرع البول بتلاقيه سلبي لأنه السل وزرع عصاية السل أو عصاية الدرن تحتاج إلى أوساط خاصة، لذلك ما بتنمو على الأوساط العادي اللي بيزرعوا فيها البول. طبعا التهاب الكبب والكلي الخلالي انترستيشال نفرايتس، هون بالانترستيشال نفرايتس عادة بترتفع الحميضات. من الأسباب اللي تؤدي لبيلي عقيمي هي تناول الكورتيزون، نخر الحليمات الكلوي أو تنخر الحليمات، والتهاب المثاني الخلالي، وأيضا الذئبة الحمامية الجهازية، وفي بعض الحالات الإنتان بالكلاميدا. طبعا مو مذكور هون، الإنتانات بالكلاميدا أحيانا تعطي زرع بول سلبي. يجب تقصي الإنتانات العلوية عند الذكر في سن نشاط تناسلي لأنها تدل على مشكلة كالسكري أو الحصيات أو تشوهات الكلى. طبعا الإنتان البولي عند الذكور، من أول إنتان بولي عند الذكور خصوصا الأطفال، طبعا هوني ما بعرف هوني عم يحكي عن عن البالغين. عند الأطفال، عند الذكر أول إنتان بولي عند الأطفال الصغار، طبعا من أول إنتان بولي يجب استقصاؤه، أما عند الإناث من ثاني إنتان بولي، يعني يسمح بحدوث إنتان بولي واحد عند الإناث، أما عند الذكور أول إنتان بولي يجب استقصاؤه. تستقصي مثلا وجود الجذر مثاني حالبة أو إحليل أو إحليل خلفي أو يعني من هالمشاكل. أما عند المرأة فيسمح بتكرار الإنتان العلوي لمرتين في العام، طبعا هذا الحكي عند البالغين. أما عند الأطفال، عند الأطفال الذكر مثلا وليد لو فرضنا عمره بأربعة أشهر أو خمسة أشهر حصل عنده إنتان بولي، إذا كان ذكر لازم تستقصيه حتما، تعمل مثلا تصوير ظليل، تعمل إيكوغرافي أكيد. أما إذا كانت بنت وطفلي رضيعة إنتان بولي أول مرة، إذا تكرر تاني مرة بعد تاني مرة لازم تستقصيها أكيد. هلأ هوني بالنسبة للكبار، عند المرأة فيسمح بتكرار الإنتان العلوي لمرتين في العام، وعند التكراري أكثر من ذلك يحتاج للدراسة وعدم الإهمال لتجنب الوصول إلى التهاب الحويضة والكلي المزمن والقصور الكلوي لاحقا. قد تحدث إنتانات بولية متكررة عند النساء والرجال بعد عمر 60 عاما، وأشهر أسبابه لدى الرجال هو التهاب البروستات، وعند النساء خاصة الولودات هو الهبوط. هلا بنجي لشغلة مهمة، بس فينا نعرف البيل القيحي العقيمي إنه هي إيجابية البيئات البيضاء بالبول مع سلبية البكتيريا؟ لا مو سلبية البكتيريا، زرع بول سلبي. أيوة تمام. البيل القيحي العقيمي هي بالتعريف وجود كريات بيض بالبول، بس مو غياب بكتيريا، البكتيريا ممكن تكون موجودة ولكن ما بتنمو بالزرع، فبالتعريف هي وجود كريات بيض بالبول مع زرع بول سلبي. هلا بنجي على شغلة مهمة كتير بدراسة أمراض الكلي وهي الاسطوانات. تعتبر الاسطوانات عناصر مهمة جدا في فحص البول والراسب. تركيبة عبارة عن قالب اسطواني يتشكل في لعبة أنبوب المواج البعيد، هاي الفقرة تدرسوها بشكل كويس. حتى الاسطوانات تتشكل في الأنبوب البعيد، مكون من بروتين مخاطي لزج شفاف يدعى بروتين تام هورسفيل، هذا كمان تحفظوه. أثناء تشكلها في الأنبوب البعيد تحمل الاسطوانة بعض العناصر الموجودة هناك، كريات حمر أو كريات بيض أو دهون، ولا تحمل شيئا أثناء مسيرها في الطرق البولية المفرغة، فقط أثناء مسيرها في الأنبوب البعيد. يتحدد حجم الاسطواني بقطر لمعة النفرون، وهي من الأخطر للأقل خطورة، أخطر الاسطوانات من الأكثر خطورة للأقل خطورة، هي أخطرها هي الاسطوانات العريضة، ومن ثم اسطوانات الكريات الحمراء، ومن ثم الاسطوانات البيضاء، ومن ثم الاسطوانات الحبيبية والاسطوانات الشحمي، وأخفها خطورة وأقل أهمية هي الاسطوانات الشفافي أو الهيالين. إذن كل ما تحمل الأسطواني مصدره علوي،
والفهم الدقيق لهذه الفكرة يساعد في وضع تشخيص صحيح لماذا تحمله الاسطواني من العناصر. أشكال الاسطوانات، اسطوانات شفافي أو الهيالينية، هي بسموها الهيالين كاست، هي ليس قيمة مرضية، توجد بشكل طبيعي في بول أي شخص سليم، توجد تقريبا اسطواني في كل ساحتين أو ثلاث ساحات مجهرية، هاي ممكن تتشاهد بشكل طبيعي، وطبعا يزداد مشاهدتها أكثر في حالات التجفاف. قد تحتوي واحد لاثنين كرية بيضاء أو حمراء داخلة، ولكن بشكل عام يعني وجود اسطوانات لهيالينية أو شفافي لا يدل على وجود مرض. هلا بنجي على الأهم من بيناتهم، هي اسطوانات الكريات الحمراء الريد بلد سيل كاست، هي تدل على التهاب كباب وكلي، حيث يقوم الكباب بتهريب الكريات الحمر عبر الغشاء القاعدة، فتتراكم الكريات على الاسطوانات أثناء تشكلها في الأنبوب المعوج البعيد، وتوضع حوالي 10 ل 50 كرية على كل اسطواني. وكما أسلفنا فإن العاصر المحمولي على الاسطواني مصدره علوي، وبالتالي مصدر الكريات يكون حتما من الكباب وليس من الطرق المفرغة. يتكون ثلاثة، التهاب الكبب والكلي، هذا احفظوه ما تنسوه، الثالوث تبع التهاب الكبب والكلي من بيلي بروتيني متوسطة، كريات حمر مشوهة في البول، واسطوانات كريات حمر. دائما بس نشوف بأي فحص بول كريات حمر مشوهة أو اسطوانات كريات حمر، أول شيء بتفكر فيه هو التهاب الكبب والكلي. هلأ بنجي على الاسطوانات القيحية أو اسطوانات الكريات البيض، إلى اسم تاني، هي بسموها بالإنجليش White Blood Cell Cast، إحنا بنسميها الاسطوانات القيحية، هاي تحمل كريات بيض وتدل على الانتان بولي علوي. دائما الاسطوانات القيحية بتدل على التهاب حويضة وكلي، لأن مصدر الكريات البيض يجب أن يكون قبل منشأ الاسطواني، وبالتالي ليس من الطرق البولي السفلي. دائما الاسطوانات القيحية ما بتكون مثلا التهاب مثاني أو التهاب حليلي أو شيء، بتكون غالبا من الطرق البولي العلوي، والاسطوانات القيحية بشكل عام بتدل على التهاب حويضة وكلي. قد تشاهد الاسطوانات القيحية في التهاب الكلي الخلالي، وتكون عادة الكريات البيض في هالحالة هي بتكون من الحميضات. كما قد تشاهد الاسطوانات في بعض آفات الكبب والكلي مثل التهاب كبب كلي وفي احتشاء الكلي والتهاب الأوي. ولكن بشكل عام الاسطوانات القيحية يعني أول تشخيص أو دلالتها إنه هي البيلو نفراتيس. هلأ بنجي على ثالوث تبع التهاب الحويضة والكلي، بيتشكل من كريات بيض في البول، اسطوانات كريات بيضاء مع بيلي بروتيني خفيفي، وقد تترافق أو لا تترافق مع بيلي دموي. ولكن التهاب الحويضة والكلي الثالوث تبعه هو كريات بيض بالبول، اسطوانات كريات بيضاء أو اسطوانات قيحية زائد بيلي بروتيني خفيفي، قد تترافق أو لا تترافق مع بيلي دموي. هلا الاسطوانات الشحمية أو الدهنية، هي تشاهد في حالات النفروز وخاصة عند الأطفال. الاسطوانات الحبيبية، هي الجرانيولار كاست، وجودها غير طبيعي وتشير إلى أذية كلوية علوية، تشاهد في النخر الأنبوبي الحاد، هذا الأكيوت تبلر نيكروسيز، هي عبارة عن اسطوانات تحمل نفايات الأذيات الحاصلة، قد تشاهد في أذية الخلال. ولكن بشكل عام الجرانيولار اسطوانات حبيبية هاي بتدل على النخر الأنبوبي الحاد، تشاهد في قد تشاهد في التهاب الكلي الخلال الحاد أو التهاب الكبب والكلي، ولكن ليس لها تشخيص، ليس لها قيمة تشخيصية كبيرة. هلا الاسطوانات الشفافية أو العريضة، هاي الأخطر، وهي حتما تدل على قصور كلومزمن متقدم. ليش بتكون عريضة؟ بالقصور كلومزمن تتعطل معظم النفرونات، مما يؤدي إلى حدوث ضخامة معاوضة في النفرونات السليمة، كما يحدث ضمور في ظهارة الأنبوب المعوج البعيد، تصبح خلايا ملساء، وبالنتيجة تتوسع لمعة الأنبوب البعيد، مما يتيح مجال أكبر للإسطوانات، فبيؤدي لتشكيل إسطوانات عريضة. ولكن الإسطوانات العريضة هي دائما بتشير لقصور كلوي، فحجم الإسطوانة يتناسب مع قطر الأنبوب الذي تشكل فيه. هلق هون في بعض الأمثلة عن الإسطوانات، راح مثل ما كنتم شايفين بالصورة، هاي الاسطوانات الهيالينية من فوق على اليسار، هاي الاسطوانات الهيالينية أو الشفافية هاي ما إلها قيمة، ما لها أهمية سريرية. هاي الاسطوانات الحبيبية الجرانيولار، هاي حبيبية هيالينية، هي بالأصل يعني اسطوانات شفافة وترسبت عليها بعض الحبيبات، هاي شمعية ما لها قيمة، بشروية، بتكون خلايا ظهارية
مترسبي على الاسطواني، هاي الاسطوانات الكليات الحمر، هاي الاخطر والاهم اللي بتدل على التهاب الكبد والكلي، هاي الاسطوانات القيحية هاي بتدل على التهاب الحويضة والكلي، هاي بتكون اسطوانات محملة عليها كريات البيض، وهي بيليروبيني اسطوانات مترسب عليها أصبغة صفراوي. هلا بنجي لل نجي للبلورات أو الأملاح اللي متعرف عليها عند الناس الكريستالز أو رمل. هاي تتواجد عند معظم الأشخاص طبيعياً، حوالي 90% من الأشخاص تتواجد عندهم، ما عدا بلورات السستين فهي مرضي. البلورات إذا شفتها بالبول هذا شيء عادي، إلا بلورات السستين فهي مرضية قطعاً. في حال عدم شرب المريض كميات كافية من السوائل سيزداد تركيز البول نتيجة لزيادة الكثافي، وستسبب هذه البلورات أثناء نزولها مع البول تخرج الغشاء المخاطي للإحليل، وبما أن البول حامض سيؤدي ذلك يشعر المريض بحرقة أثناء التبول. عند قدوم المريض يعاني من حرقة أثناء التبول ننصحه بالإكثار من شرب السوائل، وهون منواجه إذا احتمالي إذا كان السبب هو الرمل أو الكريستال تغيب الحرقة عندها. إذا كف يعني إذا كسر المريض شرب سوائل تتمدد هاي الأملاح وبتنطرح مع البول، فبالتالي بيكفي شرب السوائل. أما إذا استمرت الحرقة مع إكثار المريض من تناول السوائل هون غالبا بكون بسبب إنتان بولي. أنواع البلورات: حماضات أو أوكسالات الكالسيوم. بلورات أوكسالات الكالسيوم هي الأشعة، وعندنا فوسفات الكالسيوم، وبلورات حمض البول والبولات أو اليورات يسموها، وبلورات السستي. هلا الأهم هي بلورات السستيين. يعتبر وجود بلورات السستيين حالة مرضية تدعى بيلي السستيين. هذا مرض وراثي شائع عند الأطفال نادر عند البالغين، يسبب حصيات كلوية قاسية جدا وبيسموها هي أقصى أنواع الحصيات، قد تؤدي إلى قصور كلوي وعلاجه طبعا له علاج، لازم يتعالج المريض مدى الحياة لأنه في عنده مشكلة باستقلاب السستي. هلا الخلايا الظهرية الإبيتيليال سيل، هاي تشاهد خلايا متوصفة من البهبل أو المثاني أو الحليل، ليس قيمة تشخيصية كبيرة. تزداد الخلايا، راح تلاقي بأي فحص بول في خلايا إبيتيليال سيل خلايا ظهرية. تزداد الخلايا بشكل واضح في الحالات الالتهابية بسبب التوصف. تستطيع بعض المراكز العلمية كشف، لكن هذه التقنية غير متوفرة عندنا. الفطور تشاهد غالبا عند النساء خاصة المصابات بالداء السكري، كما تشاهد أيضا عند مرضى مضاعفي المناعة ومرضى الإيدز الذين تظهر عندهم الفطور الانتهازي. هل عندنا الجراثيم أو البكتيريا؟ وجودها يدل إما على إنتان بولي، وهنا يجب أن يترافق مع كريات بيض. طبعا وجود البكتيريا بول لازم يترافق مع وجود كريات بيض فحص البول، أو مشكلة من المبخر سوء تعقيم أو العين المجفمي. مثل ما ذكرت أنه المريض أحيانا بتتلامس الأعضاء التناسلية الظاهرة مع عينة البول، فلذلك لازم توصل المريض أنه ما يتلامس الأعضاء التناسلية الظاهرة مع عبوة اللي عم يعطي فيها البول. هلا منتوقف هوني ومنتابع إن شاء الله الأسبوع القادم بأمراض الكلى. إذا في حدا عنده سؤال يتفضل. في حدا عنده سؤال؟ انتوا معنا ولا ما كنتوا معنا؟ أسئلة على الشات حقيقي. أسئلة على الشات؟ أي نعم.
وانا هي رمضان طالعه. دكتور الاسطوانات فينا نقول انه هي مثل المستقبلات؟ لا 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 دكتور، الاسطوانات هي عباره عن بروتين بيتشكل بالانبوب المعوج البعيد، مو مستقبلات ابدا. ما فهمت شو القصد، ولكن ما هي مستقبلات، لا هي بروتينات اسمه بروتين تام هورس فيل، بيتشكل بالانبوب المعوج البعيد. اسطواني اسطواني تماما، بتشوفيها تحت المجهر مثل الاسطواني. هلا مثل ما شفتوا هون موجوده بالمحاضره، هي تاخذ لمعه الانبوب من المعوج البعيد، وهي قد تكون مرضيه وقد تكون طبيعيه مثل الاسطوانات الهيلانيه او الاسطوانات الشفافه. هاي تشاهد عند الاشخاص الطبيعيين، وفي حالات شفاف ممكن يشاهد 5 أو 6 أو 7. هلا هذا شيء طبيعي. اما في حال مثلا التهاب الكبد والكلي، هذا البروتين بيزداد افرازه فبترسب بلمعه الانبوب المعوج البعيد، وبسبب الكريات الحمر اللي بكون عم تنطرح بسبب اذيه الغشاء القاعده، تترسب هالكريات الحمر هذا على هالاسطواني وبصير تنطرح بالبول، ولكن هي ما هي مستقبلات ابدا. لسه في تساؤل ثاني؟ الله يعطيك العافية حكيم. الله يعافيكم، الله يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وموفقين إن شاء الله.